شاب يدعى طارق جاء مشيا على الأقدام من جرجيس نحو العاصمة، هدفه في ذلك التعريف بدعمه للمترشح قيس سعيد. طارق كريم مواطن تونسي حامل وداعم لمشروع اللي طرحه الأستاذ قيس سعيد، لأن المشروع هذا نحسبه مشروعنا اللي شاركنا فيه بأفكارنا، وديجا محاضر الجلسات اللي صارت بين الشباب الثورة وبين الأستاذ قيس سعيد موجودة إلى يومنا هذا. إن الأستاذ وقتي طرح المشروع هذايا وصارت فيه مقترحات من الشباب الجهات، خرجت عندي من نهار الجمعة الأربعة بتاع الصباح من مدينة جرجيس منطلقا نحو مقر الحملة الانتخابية للأستاذ قيس سعيد بالطبع على الأقدام، للالتحام بابناء الجهات وابناء الأرياف التونسية. الشعب كله فعلا هو شعب يعرف ماذا يريد. شباب بلغوني رسالة، جبت له باقة من الورود من معتمدية حاج بالعيون، جبت له أمال شباب كاملة، أحلام شباب يحلم بدولة جديدة، يحلم بتاريخ جديد. إن شاء الله إحنا إن شاء الله يوم الأحد يكون الانتصار الحقيقي، سننتصر رغم كل ما يريدون فعله. سوف ننتصر بإرادة هذا الشباب، إرادة طارق اللي يحملها انه يخرج يضحي بصعوبات كبيره جدا. كنشوف انت معناها ساق وما عادش ينجم يمشي عليها، معناها امطار. انسان انه يتحدى الزمان ويتحدى المكان، هو تحدي حقيقي للزمن والمكان، ليلا نهارا امطار حراره، معناها رغم هذا الكل عزم واصر على ضروره ان يصافح الأستاذ قيس سعيد في العاصمة. خرج من الأربعة بتاع الصباح إلى غاية ساعات الثمانية بتاع الليل، والحمد لله اليوم ما زادت فينا إلا عزيمة وقت نشوفوا أبناء الشعب أرقى من نخبته. احنا بطبيعنا قمنا بالتفسير، لكن لقينا الشعب أبناء الشعب في جهات متبني مشروع الأستاذ قيس سعيد. حتى أبار ما نفسروا لقينا كثير من الشباب هم واعيين وعارفين الطرح بتاع الأستاذ قيس سعيد. استقبل في عدد من الولايات بالورود. هو متطوع في هذه المبادرة، يقول إنه مؤمن بما يقدمه المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية قيس سعيد من أفكار ومبادرات. احنا نطلب من المواطنين، جميع المواطنين ومن الشباب وخاصة الطلبة، انهم يتوجهوا لصناديق الاقتراع ويمارسوا حقهم في التصويت، فهمتني؟ وبالنسبة للمساندين متاعنا نقول لهم واصلوا بنفس الجهد وبنفس الإصرار وبنفس العزيمة. وخونا طارق هو مثال، معناتها هذا يزيدنا كان إصرار وكان عزيمة وكان قوة، فهمتني؟ نضعفوا الجهد، والله معناتها خزائن الأرض كلها لا تساوي قطرة عرق واحد من خونا طارق. والله هو فما برشا 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 اشياء ايجابيه وقت اللي جيت من الجهات، على خاطر الناس اللي كانت المره الاولى وما مشتش انتخبت خاصه في الرئاسيه الاولى، معناتها كانوا خايفين من تزوير الانتخابات. لكن بعد ترشح الاستاذ قيس سعيد برشا مواطنين كانوا الانتخاب، معناتها قرروا انهم في الدوره هذه باش يمشوا ينتخبوا. وعلى فكره اخرى، ان انصار الاستاذ قيس سعيد في التشريعيه لم يصوتوا كلهم. نشكر جميع الخيام في تنسيقيات المساندة والدعم للأستاذ قيس سعيد في جميع الجهات، بداية من الجرجيس، القابس، مدنين، الصخيرة، صفاقس، الشاب، المهدية، المستير. عند وصوله للعاصمة كان في استقباله قيس سعيد للثناء على مجهوده بعد مسيرة طويلة على الأقدم. عام من أفكار تونس وهؤلاء مش يصنعوا التاريخ، اللي صنعوا تاريخ تونس وصنعوا تاريخ الإنسانية دموعك والدنيا الكل. أنا العظيم كانت الناس أرقى من النخبة، كانت الناس تشخص في مشاكل جهاتها وتعطي تصورات وحلول. هذه وقالوا ما عندوش برامج، ها هو البرنامج.
هاو البرنامج وهاو المشروع. البرامج في الأرياف يمشوا تعطوهم حلول، يعطيهم دروس، يعطوهم دروس، يشخصوا لهم المشاكل ويعطوهم الحلول والتصورات لهذه المشاكل. العالم سيسمع هذا الصوت، مش تونس فقط، كل العالم. أعطى درس لكل للإنسانية جماعة، معنا لمئات الكيلومترات اقتحها على الأقدام بالرغم من الدماء التي تسيل منه، ولكن مصر وسيصل بالرغم من كل المناورات إلى أن يكون هو صاحب البرنامج الحقيقي. ما فهموش وأنه البرنامج عند الشباب هذا، ومصر على تطبيقه ومصر على تنفيذه مهما كانت محاولاتهم، مهما كانت مناوراتهم، مهما كانت دسائسهم، مهما كانت إغراءاتهم. الشعب التونسي يعلم في هؤلاء ما لم يكونوا يعلمون وما لم يستطيعوا أبدا أن يعلموا، ولكن الدرس هذا الدرس للعالم كله. انظر إلى أقدامه وسيواصل الطريق، فتح الطريق وسيصل إلى الهدف الذي حدده. مبادرة كانت شخصية اللي يسألون عن التمويلات لحملة الأستاذ قيس سعيد ومن وراء الأستاذ قيس سعيد، فكانت هذه المبادرة مبادرة شخصية. من انطلقت يوم الجمعة 4 صباحا من مدينة جرجيس متجها نحو تونس العاصمة، المسافة الوحيدة التي لا صادق، لأنه كل كان الصدق، كل صدق مش الكذب والافتراء. قال المسافة الوحيدة التي لم يقطعها على الأقدام سيحددها، لأنه سيصل قبل الصمت الانتخابي، لأنه حريص على احترام القانون أكثر من هؤلاء الذين يدعون أنهم حريصون على احترام القانون، وهم أكثر بالنسبة إليهم القانون وضعه تحت أحذيتهم. حذاؤه هذا الذي تمزق في الأثناء، وقدماه التي تسيل بالدماء، ومع ذلك لن يكذب عليكم كذبة واحدة. يا من احترفتم الكذب، يا من تحاولون تزوير عقول الناخبين، لن تقدروا أبدا على تزوير عقول مثل هؤلاء الشباب. الأمطار شدتني في طبلبة والمكنين الصباح، وفي نفس الوقت ما عاش النجم نواصل، ولازمني نوصل قبل الصمت الانتخابي لاحترام القانون. كم هو حريص على الصمت الانتخابي احتراما للقانون. يا من تدعون احترام القانون، اسمعوا جيدا ما يقوله وتعلموا منه. لأسباب أخلاقية لم أقم، ولكن ما معنى الفرص حتى يتحدثون عن التكافؤ؟ هل لدي قناة؟ هل لدي مليارات؟ لدي فقط جراية التقاعد، ولكن من هو فاعل حقيقيا بإمكانياته الضعيفة هو الذي يقف وراء هذه الحملة بإمكانياته الضعيفة تلقائيا، تلقائيا، يعني آثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من أجل هذا الوطن، من أجل أن يعيشوا أحرار محفوظي الكرامة، ولن يبيهم مهما كانت الإغراءات، لأن ذمتهم ليست سلعة في سوق النخاسة. سيد لدي منافس ولست في سباق مع أي كان، وليراجع هؤلاء حتى المفاهيم التي يستعملونها دون أن يعلموا محتواها. في مشروع الذي طرحه الأستاذ قيس سعيد هو مشروع الشباب، بأن المواطن يصبح شريك فاعل في اتخاذ القرار في تسيير شؤون بلده، في تسيير شؤون جهته، وله آليات لسحب الثقة وآليات للحساب لمحاسبة الفاسدين، بينما في مشاريعهم المواطن يصبح إلا يوم الاقتراع وصبيحة الغد يصبح عبدا مفعولا به. ردا على سيد نبيل القروي اللي قال انك رد على اي كان، لن أرد على أي كان، لأن الرد سيأتي من هذا الشباب، هو الذي سيرد. لست في منافسة ولا في سباق مع أي كان. لدي مشروع طرحته على الشعب آليات قانونية ليطبق برنامجه. يقولون ليس لدي برنامج، استمعوا إليه
واستمعوا إلى غيره من الشباب الحر ومن حرائر تونس أيضا، ستجدون البرنامج الذي تريدون إخفاءه، ولكن عبثا تريدون إخفاءه، لأن التاريخ يسير إلى الأمام، أما أنتم فلن تعودوا بالتاريخ إلى الوراء. مهما فعلتم، مهما كانت إمكانياتكم، مهما كانت وسائلكم، التاريخ لن يعود إلى الوراء. انظروا جيدا أيها العالم إلى قدميه، بالدم وبالألم، بالضمائد. هؤلاء لن تشتروا ذممهم مهما فعلتم. انظروا إلى قدميه، انظر أيها العالم إلى قدميه، سيمشي قدما لصناعة تاريخ جديد لتونس.